اللي خاص بترند طلع، واحده مخطوبه تمام كده، كبري لي بس الله يكرمك، لان انا مش، لا ده صغير معلش. واحده مخطوبه، وانا هقول لكم الامر ده جه ازاي عندها. واحده مخطوبه يا بنات، وبعدين وهي فرحانه بخطيبها والكلام ده، بس خطيبها ده كان يعني متجوز قبل كده وبعدين فصل، فيها بتحكي ازاي ان هي اتخطبت له وازاي هي مبسوطه بيه وازاي ان هي كده، فبتحكي بعض الحاجات في امور الضحيه، او ان هي يعني متذلله قوي، متذلله قوي للموضوع ده، فكتر الذله اللي هي فيها خد كومنتات على الفيديو اللي هي مطلعاه، بدل ما يبقى تشجيع ليها والكلام ده، فالفيديو ده لا يعني طلع كلام مش كويس، والناس يعني لموها على الموضوع دوت، ولومها على الموضوع دوت وقعها في حرب. يعني انا بس عايزه اتكلم على نقطه، هو انت تتخطب الواحد مش شايفك افضل الناس؟ هو انت مش عارفه بقى، هو احنا ممكن نفتح اللمبه دي ونفتح فلاش من هنا يعني، فلاش من هنا. هو انت ممكن تتخطبي الواحد ما بتبقيش معاه افضل ما يكون؟ هو انت ما بتتخطبيش لواحد وهتتزوجي حد وموافقه عليه وانت مش في احسن حالاتك معاه، دايما متوتره ودايما خايفه من النقد ودايما خايفه من كذا ومن كذا، وانت مش كده؟ هو انت بتتخطبي الواحد الامر معاكي ان هو انت حاسه يا ده كتير عليا قوي، وهو حاسس قد ايه انت قليله قوي؟ لا لا، ما انصحكيش، ما انصحكيش تكملي. استني بس افتح لكم البتاع ده. واحد تلاتة، هو ليه بيقفل كل مره كده؟ الدنيا نوع. لا ما انصحكيش تكملي في حاجه زي كده. لو ما اتخطبتيش واتجوزتي واحد بيحمد الله عز وجل عليكي وشايفك نعمه ومش شايف نفسه كتير عليكي. بصوا يا جماعه، انا اعرف مجموعه من الشباب، مش كل طبعا الشباب كده، لكن معلش يعني في فئه كتيره جدا محتاجه اعاده تاهيل. انت شايفها خدامه ولا انت شايفها ايه بالظبط؟ لا يعني انت محتاجين اعاده تاهيل للنقطه ديت بشكل كويس وبشكل صح، عشان ما تاذيش لا بنت الناس ولا يجي طلاق بعد فتره قليله. يعني تقول لك مثلا ايه من ضمن الحاجات اللي منتشره، يعني انا صعبان عليا البنت دي، ان ليه انت توطي على رجل خطيبك في يوم اللي بتاعه وتبوسيه؟ ليه؟ ليه عشان خطبك؟ لا 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 لا، ما تبقيش حاطه نفسك في درجه، وشايفه نفسك قليله وفاقده ثقه في نفسك لدرجه انك انت، ان هو شايفك انا كتير عليك، كويس اصلا وافقت عليك. لا يا بنتي، لو ما شافكيش نجمه في السماء ما تكمليش. لو مش في احسن حالات وعلى طبيعتك لا بتتكلفي ولا بتجهدي ولا بتعملي، ما تكمليش ارجوكي. هيجي فتره وهتبقي عامله زي الورده اللي مش دبلت، نشفت وتفرفتت، انت مش موجوده اصلا. انا ما بقولش انك انت لا ومال ونراعي والحب والحنان لكن لا، تقريبا هيفصل عننا. خليني قبل ما يفصل اقول لكم المعلومات دي واقول لكم الحاجات الغلط اللي بتتقال في امر احنا محتاجين ان احنا نخلي بالنا منه. اما يقولوا لها ده زوجك بخيل، وبقى شايفاه ان هو بخيل، قلنا ما تكمليش، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ما تكمليش، فتيجي تقول ايه معلش اد على ايد تساعد يعني. اما يجي مثلا يتقال ده بيكذب، معلش يعني ما تقفلوش على الواحده، ده اللي بيتقال، ده بتاع نسوان ونسوانجي وبتاع بنات وزير حريم، يقول لك لا مش مهم، المهم انه يرجع البيت يلاقيها معاه ومش عارفه ايه والكلام ده. يجي مثلا متسلط يقول لك لا ليه، ويعني متسلط ما راجل يعني ما لازم تطيعه في الكلام. يجي مثلا يقول لك ايه ده يعني بيعمل ايه مش كفايه مثلا، تقول لك بيجي مع اصحابه وما بيجيش معايا ومش عارفه ايه، يقول لك لا مش مشكله يعني ده طالما مكفي بيته وسايبك مش عارفه ايه. طب بيضحك مع اصحابه وبيكشر معايا، يقول لك يعني طب ما مش بيتعب، طب يعني هو التعب والنكد ليها وعند اصحابه لا. واحد كسول او مكرسه الاعتمادي او اللخمه او اللي ما بيعرفش يعمل وهو راجل، يقول لك لا معلش ده وحيد امه ومتدلع، معلش معاكي اتعلميه. في حد بيبقى قابل لما بيسمع بيبقى قابل الامر، وفي حد لا، والطباع بتغلب، الطباع بتغلب. كسول لا مش عارفه ايه، يقولوا لها لا معلش معاكي هتعمليه. ده هلاس يقول لك لا مش خلاص بقى ما تحبكيهاش قوي يعني مره.
نطوا بعض زي الزفت وغلاط وشتام، تقول له نعمل ايه؟ هيتربى هيتربى، اصبري اصبري، ما هو مش الام مر... لا ده بكره اما يخلف وعياله يجوا هيربوه ازاي اذا كان هو اصلا ناقص تربيه؟ هو اصلا ما عندوش الكلام ده. والكلام ده بيتقال كتير على فكره من البنات، بيتقال كتير. يقول لك ايه يعني مثلا واحد متكالي اقف جنبه. ايوه في فرق انها تبقى اصيله وتقف جنبه، في ان هو اتكالي. اصل بنت الاصول ما بتعملش كده. يجي مثلا يقول لك ايه ده ما بيشتغلش، يا بكره يشتغل. طب هيصرف ازاي؟ ما انت ساعديه يشتغل انت، وبعدين هو كذا. كارثه كارثه. وفي الاخر يبقى عايزها مش عارفه تروح فين وتروح فين. لا بصوا يا جماعه، خلونا نقول على الاقل حاجات اساسيه ما ينفعش ان احنا نغير منها. مثلا تيجي تقول لك ايه ده زوجتك دي مبذره، وعلى جروبات الرجاله اقسم بالله اديها على قد الايد واعمل معاها. طب ما تطلع لها يا ابني 100 جنيه حتى، 100 جنيه وقال اسمها منك. اصل بتشتغل وبتاخد قد كده، اقسم يمين بالله ان ال 10 جنيه اللي انت بتعطيها لها انت كزوج، ولا الهدنه اللي انت بتجيبها لها، البيجامه ولا الجلابيه ولا العبايه ولا الطرحه اللي بتجيبها لها، افضل 1000 مليون مره من اللي هي بتجيبها. يجي مثلا ايه عندها مثلا بتحب ترسم، مش عارفه بتحب تعمل ايه، بتحب ما تبص العيال، ما تسيبها ما تسيبها زي ما انت ما بتطلع عند اصحابك، سيبها هي كمان تطلع هوايات. بتحب مع تحطيم تحطيم. احنا بنقول ان الامر في الاول والاخر بيبقى محتاج موازنه، لكن ما تاخديش واحد شايفك قليله، ما تاخديش واحد شايفك مش افضل الناس وحاسس ان هو متفضل عليكي، ما تاخديش واحد يبقى شايفك لا ده دي واحده ما اعرفش شكلها ايه ووضعها ايه لا لا لا، انت تبقي في احسن حالاتك معاه، بتزدهري وبتشركي وبتبقي كانك عندها 50 سنه اقسم بالله ولكنها عندها 20 سنه. هو ده اللي انت تاخديه وده اللي تستمري معاه. او ان هي مثلا تيجي تقول لك ايه شايف عيوب بس، نقاد بس، ما بيشوفش الحلو، ما بيشوفش مع طب وده بالله عليكي تكملي معاه؟ بالله عليكي تكملي مع شخصيه زي دي؟ لا يا بنتي ما تظلميش نفسك. النقطه الثانيه اللي انا حابه اتكلم فيها في الموضوع ده تحديدا، موضوع الخطوبه، بيطلع اسوأ ما فيها، اسوأ ما فيها. يقول لك انا مش كده، انا مش وحشه كده، لكن انا مع الشخصيه دي وحشه. وراجل نفس الكلام، لما يجي مثلا واحده تيجي مثلا تتكلم وتقول لك اصل هو معلش بيكذب، لا بخيل، لا انا بقول لك لا كذاب بخيل، لا ضراب، لا طب بصي شتام، بذيء اللسان. يقول لك اصل دي حاجه وبتتقال، وفوجئت ان دي في الميديا والاعلام والمسلسلات ناس بتشتم دلوقتي يا بنت حاجات وحشه فعلا، والناس بتاخدها في الميديا. ما تاخديش واحد كده ودي اسمها الروشنه ولا الجدعنه ولا الفتوانه، لا غلط يا بنتي. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك المسلم ابدا عمره ما يكون كده، لا فاحش ولا لعان ولا سباب ولا فاحش ولا بذيء. يكسر الكلمه اللي بتاع الشتيمه دي تطلع تكسر فيكي وتعمل فيكي. ما تاخديش ما تاخديش ده، ما تاخدوش اسمعي كلامي. او يقول لك من استقام قلبه، حديث استقام لسانه، فلسانه مش مستقيم. ما تكمليش معايا يا بنتي، ما تكمليش. انا اللي بقول لك اهوت، احنا ناقصين تقول لك اصل مش ربي امه ما ربتوش ربي، ربي انت، انا هاخد عيل ربنا، انا عايزه اللي يحتويني انا كمان. واقول اصل انت مش اصيل، لا انت اللي مش متربي، انت اللي ما لقيتش، انت اللي مش عارف، انت ما هو ده يعني. وكان حق مكتسب، وكان اللي بتعمله ده حق مكتسب ليها. لا يا جماعه، انا ادعو الله سبحانه وتعالى البنات تفهم النقطه دي. انت الاسلام عزك، انت جوهره مكنونه في الاسلام، انت حد جميل بحجابك، اوعى حد يقاسك، اوعى حد يشككك في نفسك، اوعى حد يقول لك انك مش كويسه، اوعى حد يقول لك انك انت، لا يا بنتي انت حد كويس وحد جميل وحد محترم ومسلمه وتقيه، تستحق انك تاخدي واحد يحبك، تستحق انك تاخدي حد تبقي معاه سعيده، تستحق ان ياخد حد يشوف افضل ما فيك ويطلع افضل ما فيكي، ما يكونش افضل اسوأ ما فيكي، وتبقي الحمد لله انه وافق والحمد لله ويذلك بعد كده. لا العلاقه دي علاقه غير صحيه، وانا هو بقول اهو من دلوقتي علاقه غير صحيه. وادعو الله سبحانه وتعالى بنتي تراجع نفسك في الكلام ده. يلا نحيي سنه التكبير ونجهر بيها ونعيش الاجواء ديت في بيتنا عند او مع اولادنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ادعو الله سبحانه وتعالى يقبلنا ويعني يستجيب دعواتنا ودعواتكم ويصلح حالنا وحال المسلمين. يلا عشان الناس تروح تصلي المغرب، اراكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.